مشاهدينا وصلنا إلى آخر فقرة في حلقتنا اليوم، واللي بتكون مع نصائح مفيدة وهامة لكل أم، كما عودناكم مع سوبر مام عن تغذية الطفل وأهم الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها. أيضا نتابع مع سوبر مام هذه النصائح الهامة لكل أم اضطرت لتربية أطفالها من دون أب. نتابع. نحكي اليوم عن موضوع حساس، وهو كيف بتنجح بالتربية حتى ولو كنت لوحدك. كتير ظروف ممكن تخلي الأم تربي ولادها لوحدها، ممكن يكون البي مسافر أو متوفي أو مريض أو حتى موجود ومش موجود. كتار بيتذمروا من هالموضوع، وكتار بيتمنوا إنه الوضع يكون مختلف لأنه المسؤولية كبيرة. معك حق، بس فكري انه مثل ما في سلبيات في ايجابيات، واليوم رح نحكي عنهم. مثل الحريه اللي بتتمتع فيها تتربي اولادك على طريقتك، فعاده القرارات يلي بتعني الاولاد لازم ياخذوها الاهل سوا، وبغياب احد الاهل بيقدر الشخص الثاني انه ياخذ هالقرارات من دون ما يكون في نزاع على طريقه التربيه. وتذكري انه معظم المشاكل الزوجيه سببها تربيه الاولاد. وهيك لما الناس تقول عن اولادك انهم مهذبين ومرتبين، رح تعرفي انه هالمديح موجه لإلك وحدك. لكن من ناحيه ثانيه رح تتحملي مسؤوليه كبيره، كل القرارات يلي بتاخديها اذا كانت ناجحه او لا رح تكون مسؤوليتك وحدك. هالشي بيخلي اتخاذ القرارات يكون صعب واحيانا خطير. ومن المشاكل الثانيه انه لما يكون عندك مشكله مع نفسك او بعملك، رح يشعر الاولاد فيها بقوه بغياب طرف ثاني داعم يلهيهم ويخفف تاثير المشاكل عليهم. وفي حال حصول خلاف بينك وبين واحد من اولادك، وهذا شيء كثير معقول وخاصه بفتره المراهقه، ما رح يلاقي الولد طرف ثاني لما بيحتاجه. أكيد تربية الأولاد بعيلة فيها بي وأم صحي أكثر للأولاد، لأنه بيعطيهم شعور بالأمان وبالدعم. بغياب زوج يساعدك ويدعمك بمهمتك كسوبر مام، جربي انك تلاقي بعائلتك او عائلة زوجك شخص مقرب يهتم معك بالولاد، يكون مستشار لإلهم وقت يلي بيحتاجوه. هالشخص ممكن يكون عمهم او خالهم او اي شخص مقرب منهم. هالشي بخفف عنك وعن الولاد الاحساس بغياب البي يلي بيخلق خلل بتوازن العائلة. بايركس، هي واحدة بايركس. لكل مناسباتي بستعمل مجموعات المتنوعة من بايركس، للتحضير، للطهي وعلى المائدة بختار المجموعة المعدنية المانعة للالتصاق، سيراميك الأنيقة أو الزجاجية الشهيرة. بايركس، هي واحدة بايركس. بايركس، هي واحدة بايركس. صحة أولادك الجسدية بتهمك أكيد مثل صحتهم النفسية. بفقرة Ask the Expert رح ننتقل سوا لنشوف شو محضرت لنا أخصائية التغذية ديانا أبي حبيب حداد من نسلة مع زميلتنا كلوديا درزي لليوم. فعلا موضوع مهم كوتش ماريا، ومثل ما قالت رح ننتقل فورا لضيفتنا ديانا أبي حبيب أخصائية التغذية بفقرة نسلة. وموضوعنا لليوم كتير مهم، عن الفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها طفلك لينمى ويكبر، وشو هن ووين بتلاقيهم كل أم. أهلا وسهلا فيك ديانا. شكرا كلوديا. لكل الأمهات، أمهات السوبر مامز اللي عم يسمعونا اليوم، رح نحكي عن الفيتامينات والمعادن، واللي دائما كل ام بتقلق انه يكون ابنها او بنتها عم تحصل او عم يحصل على الكميه اللازمه منها. سواء طفل او كبير يحتاج، بس الطفل يمكن يكون له اهتمام خاص، فاعتقد جميع الفيتامينات زي فيتامين د وسي وكل الفيتامينات يحتاجها الطفل لكي بناء جسمه، يكون جسمه بنيته صحيحه. في اللي هي الكالسيوم مهم جدا للطفل، ليه؟ لانه بناء العظم مهم جدا للطفل انه يتبني من الاول خالص. الكالسيوم ياخده طبعا من لبن الام، دي اول حاجه. ما فيش لبن الام، يبقى لبن صناعي او لبن طبيعي يعني خارجي برا. فيتامين د والكالسيوم، الحليب، يعني شيء غذائي مفيد للصحه، من الحليب، من البيض، من اللبنه،
فيتامين سي من البردقان، الحمضيات عموما. يعني في عنا كتير فيتامينز، منها فيتامين دي كتير مهمة من الشمس، عنا فيتامين سي، في كتير فيتامينز، يعني كل أنواع مهمة للطفل أكيد، بس فيتامين دي وسي من المهمين كمان. سي بياخدوا من عصير الليمون، البردقان، فيعني بالفروت أكتر شيء، الفواكه. الفيتامينات الضرورية هي الفيتامين A، الفيتامين C، الفيتامين D والحمض الفوليكي اللي هو أحد الفيتامينات من فئة B. فينا نحكي عن كل فيتامين شو أهميته، وين فينا نلاقيه بالأغذية للطفل؟ أكيد فيتامين A مهم للنمو. ليش؟ لأنه هو بيشكل وبيكون الأعضاء وكل الأنسجة وبيساعد على إصلاحها بالجسم. بيلعب كمان دور مهم جدا الفيتامين A اللي هو بتعزيز دور أو جهاز المناعة. يعني كتير مهم. كتير مهم. ووين منلاقيه؟ منلاقيه بالحليب، بالعجبان والألبان، كما أنه نحن منلاقيه بالخضار الورقية، يعني مثلا في عندك السبانخ اوكي والسلق، ومنلاقيه بكل الخضار يلي اجمالا لونها برتقالي مثل ما انت لابسه اليوم. يعني مثلا في عندك الليمون، عندك البندوره، كمان عندك الجريب فروت، والبطاطا الحلوه كمان مصدر مهم للفيتامين اي، كما وانه منلاقيها بحبوب سيريلاك المدعمه بهيدا الفيتامين والمخصصه للاطفال. الفيتامين سي كلنا بنعرف انه الفيتامين سي يمكن. نعم موجود بشكل خاص بالحمضيات، بالليمون، بالجريب فروت وغيره، وكمان موجود بالخضار الورقية. تحتوي الحمضيات طبعا على الفيتامين سي، ولكن شو دوره؟ دوره كمان كتير مهم بنمو الأطفال، لأنه كمان معروف أنه بيساهم بتعزيز جهاز المناعة. ولكن من أهم المصادر إجمالا هي بتكون الفاكهة، عندك الكيوي مثلا بيحتوي على الفيتامين سي، البطاطا كمان بتحتوي على الفيتامين سي، موجود هو كمان مدعم بالحبوب المخصصة للأطفال. دور كتير كتير مهم بيلعبه الفيتامين سي يلي هي بيساعد على امتصاص الحديد من المصادر النباتية من الطعام. بيبقى تخبرينا عن الفيتامين دي وحمض الفوليك. نعم. خلينا نبلش بالفيتامين دي. الفيتامين دي مهم كتير لأنه هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة بالجسم، إذا هو كتير مهم لتقوية العظام وأيضا الأسنان. وين منلاقيه؟ منلاقيه بسمك الصومو، وأيضا منلاقيه بالحليب المدعم بالفيتامين دي. ولكن بيبقى إذا بدك مصدر مهم للفيتامين دي بالجسم هي فينا نحصل عليه بالتعرض للشمس 3 مرات بالأسبوع حوالي 20 دقيقة اليومية. وهلأ بدك تخبرينا عن حمض الفوليك اللي هو من الفيتامينات بي، بيساعد على تشكيل كريات الدم. وين منلاقيه؟ منلاقيه بشكل خاص بالبروكولي، مشان هيك دائما منشجع الأطفال على أنهم يتناولوا البروكولي. موجود كمان بالسبانخ كتير، موجود بالأسبرج أوكي، كما أنه منلاقيه بالبازيلا وبالحمص. إذن التنويع بكل هيدي الأطعمة اللي ذكرناها، بالخضار الملونة وبالفاكهة الملونة، بالإضافة إلى الحبوب ومشتقات الحليب اللي ذكرناها، كلها مهمة لحتى نغطي احتياجات الطفل بالنسبة للفيتامينات. خبرتينا ديانا عن الفيتامينات، خلينا ننتقل للمعادن، وكمان بدنا نعرف وين منلاقيها. إذا المعادن اللي كتير مهمة للأطفال هي الكالسيوم أكيد ما بده تعرفه. الكالسيوم معروف أنه هو بيساعد على تقوية العظام لأنه هو مكون رئيسي فيها، وكمان في عندك الأسنان بيلعب كمان دور مهم بالنقل العصبي، والخضار الورقية كمان تحتوي على الكالسيوم، مهم جدا. رح ننتقل كمان للحديد،
الحديد ليش كتير مهم؟ لأنه الحديد عن جد بيلعب دور رئيسي بنمو الطفل، مش بس الجسدي، ولكن بيلعب دور كمان رئيسي بالتطور الذهني. وممكن أيضا الأم أنه تقدم لطفلة حبوب الجديدة من سيريلاكي اللي هي مخصصة للأطفال اللي بمرحلة النمو، يعني بعد عامون الأول، لأنه الحبوب الجديدة بالقمح والشوفان وقطع الفاكهة الحمراء أو قطع الفاكهة الاستوائية هي أيضا مدعمة بالحديد، وتحتوي على مصدر الفيتامين سي مثل ما ذكرنا قبل، أنه الفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد من المصادر الحيوانية. الزنك كتير ضروري أيضا لجهاز المناعة عند الطفل، كما أنه يعني أدواره بتختلف بالجسم وبيساعد للنمو. وين مصادره؟ مصادره اللحوم والخبز بالإضافة إلى حبوب الأطفال المدعمة فيه. أنا بتشكرك ديانا، أنا وكل أم بنتشكرك على هالمعلومات اللي بكل حلقة بتفيدينا فيها. شكرا كلوديا، انطرونا وكونوا كتار، نتلاقى فيكن المرة الجاي. مشاهداتنا إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفقرات اللي قدمناها لكم اليوم. إن شاء الله باكر عندنا موعد معاكم والمزيد والكثير من الأخبار الفنية مع زميلي صبحي أطري، بتشوفونها باكر. لا تنسوا تتابعونا، تصبحون على ألف 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 خير.